مرحبا. خديها يا سعدية. يلا بابا يلا. يلا حبيبتي. كنا عم نقول مرحبا. طيب. فاتن. مو لازم نحكي على رواق. ما شايف حياتنا كثير عم تخرب من وراء المشروب. مشروب الزفت. وانت شو دخلك؟ لا يا فاتن، انا شو دخلني؟ طب مو ملاحظة انه في بيناتنا بنت ولازم نربيها كويس؟ خدها وحل عني. لا يا فاتن، هيك ما رح يمشي الحال بنوب. طلقني وخلاص. انا طلقك؟ لا ما حذرت يا فاتن، مو انا اللي بنعمل معه هيك. عم قل لك مش طايقتك، ما بدي اياك، بقرف منك. فاتن لا طلعيني عن طوري. ها شو يعني؟ يعني بتخرسي. شو هيدا يا بابا؟ شو اللي صاير؟ طردته من البيت، ما عاد بدي اياه. كيف؟ طلعته من البيت. لا يا بابا، صار لك شيء؟ هيدا زوجك وبي بنتك. يكون مين ما يكون، انا ما حدا بيضربني. كمان انت اسمحي لي يا بابا، الحق عليك، انت ما عم تعملي واجباتك. لا، هو مش منيح. وطي صوتك مشان بنتك. انا قلت له ياخذ بنته وينقلع، ليش تركها هون؟ لك فهميني شو صاير لك؟ ولا شيء، هو حقير، بكرهه بكرهه بكرهه. اي نبيل، شلون؟ لك ممتاز. هلا الست فاتن رح يعرضوها على دكتور مشان يعالجها من المخدرات، ونحن رح نجيب ورا انها مدمنه. ايه، اهم شغله وخلصنا منها. شلون؟ لك يا اخي من شو خايف على بنتك؟ اساسا اذا بينخاف على المحروسه مايا بينخاف من امها. امها كحوليه يا اخي، مدمنه. واقفي عندك، لوين رايحة؟ بدي اشوف محامي يطلعني منه، اتركني بابا. يا بابا اهدي، بعد ما وصلنا لهون. بابا بعد من طريق، ما تروح بوشي. شو اسمك انت بدك تستحي قلة ادب هي؟ روحي اشرب. انزل. السيدة فاتن جميل احمد؟ ايه هون. انت فاتن جميل احمد؟ ايه انا فاتن. خير، شو في؟ معي امر من النيابة بالقبض عليكي. انت متهمة بالارتداء والضرب على جودة المحمود والشروع في قتله. شبك ليش مهمل الموضوع؟ لازم تتحرك، لازم نجيب وثيقة تثبت على أنها مدمنة. هذا ضروري كتير. هلا مو ضروري؟ لا بالعكس، هلا ضروري، لأنه مرتك متى ما صحيت من حالتها راح تزتك أنت برات الشركة والبيت، افهمها بقى. لذلك لازم نجيب الورقة. يا رجل، المرأة هلا بالمستشفى ومنهارة. بك هذا اللي بدنا إياه. على كل حال
انت طمن بالك، انا راح اتصرف. بدك شيء؟ خاطرك طبعا تقدري، بس مع شويه مساعده طبيه. دكتور لو سمحت، المشروب دمر حياتي، انا لازم اخلص منه. اول حاجه الاراده، ولازم تبقي انت عايزه كده، وعايزاه قوي قوي. لا انت، انا رح ابقى هون. طبيا تقدري تطلعي الصبح، بس البوليس متحفظ عليك دلوقتي. هدول محاضرات الشهر الماضي. شكرا كتير. كيف شايفة حالك؟ عم تقدري تفهمي وتتابعي؟ ماشي الحال. فؤاد، انت ليش مهتم فيه هيك؟ صار لي سنتين عم بستنى تسأليني هذا السؤال. في جوابين، انو جواب بتحبي؟ الحقيقة في سببين لاهتمامي فيكي. الأول إني بعرف إنك بريئة ومصدومة. الثاني؟ عندي إحساس إنه أنا قصرت وقت محاكمتك. كنت لازم أوكل لك محامي من الأول. حنان ما بعرف كيف غاب عن ذهني هذا الشيء. هاد تابع للسبب الأول ما هيك؟ الشهر الجاي بجيب لك المحاضرات كمان. فؤاد في شيء ما بدك تقول لي إياه، ليش؟ لأنه إذا حكيته ما رح يأثر شيء إلا، فخليه لبعدين. جبت لك دخان، قال هن رح يوصلوا لك. شو نبي؟ ليش ورقت على الشركة؟ ما بدي. وما بدك يعني أقدم الورق؟ شو اللي بدك إياه؟ بدي أهدى شوي. بالبول، مرتك طلعت من المستشفى واكيد رح تتصرف. سيدي تتصرف. نبيل رح تطلع بلوشي بعد كل شيء عملته. ها لك شوكت، ليش ما بدك تفهم علي؟ هاي مرتي وبنتي، وهذاك الله يرحمه ابوها. لك هلا الرجال مات قضاء وقدر، يعني تقريبا هيك شيء. ومرتك وبنتك شو بده يصير عليهم؟ بالعكس، وقت اللي بيكون كل شيء باسمك هيك احسن له. ليك شوكت، انا بدي انضف. تعرف شو معناتها؟ بدي حط راسي على المخدة وانسى ونام مرتاح. انا ما عم اقول غير هيك، بس هذا حقك. دائما كنت شايف اني عم باخذ حقي واكثر، بس هالمره من مين بدي اخده؟ من بنتي ولا من مرتي؟ لك يا اخي ما بدك تحافظ عليه. خلص شوكت، انسى انسى، انا ما عاد بدي شيء. نبيل هذا اسمه كلام فاضي. تحمل حالك بتروح على شغلك، اساسا انا ما بسمح لها. شو تفرط بحقك هيك على الفاضي؟ كل شيء تعبته وكل شيء اشتغلت فيه يروح هيك بلوشي؟ لا حبيبي، بتروح على شغلك وهذا حقك، والورقه رح تتم معي. اذا مرتك لعبت بيدي لهيك ولا هيك، وقتها بنبرز ورقتنا. هلا معقوله بعد كل شيء صار ارجع ولا كانه في شيء؟ انت الحق عليك، انت اللي قصدت حقك عنا. شوكات، انت بتقدر تعيش مع وحده ما بدها اياك؟ لك اخي ما عم اقول لك تعيش معها، بس لا تترك حقك وتمشي. شبنا بالبول ومع شركه. خلصني يلا تحرك. ايه يا ابو، يا مسكين ما بعرف كيف، بس هذا اللي صار. حبها ملك علي فؤادي وروحي وحياتي. طيب إلا شو الفايدة من الحكي؟ إلا بتساعدها بوحدتها. خايف عذبها أكثر، بجوز تكون ما بتحبني. معقول بعد كل شي عملته معها ما تحبك؟ أنا ما عملت شي لأني بحبها، أنا كل شي عملته لأني مؤمن ببراءتها. وقصرت معه وقلت له هذا الشيء. هذا لحاله لازم يحببها فيك، وهذا اللي ما بدي اياه. يا ابونا الحب بيجي هيك بدون اي سبب، هذا اللي بدي اياه. صحيح. وهي اذا ما حست بهذا الشيء هيك، بركي كانت حاسه وما عم بتقول لك الا مشان تشجعها. حتى ولو كان هيك كنت رح حس، صدقني كنت رح حس، وكنت قلت لها. أهلين، شو مين هاي يا ماما؟ ريما. يا أهلا وسهلا بريما. بدها تتغدى عنا. قالت لأهلها؟ إيه. طيب، يا أهلا وسهلا بريما. يلا ريما. نبيل، الفاتن وطياك بالبيت. بالبيت؟ إيه بالبيت. الحابة تتفاهم معك على رواق. على شو؟ هذا تعطيك من الجمل إذنه وتحلالك.
شو عربك انت؟ انا عاد حكيت انا وياها وفهمت منها هالشيء. ليه عم تبتسم؟ لانه هي اخرتها يا شوكت. كل شيء عملناه لازم ينتهي هيك. ما انتهى شيء. انت روح وعود. ما تعمل لي مشاكل، انا واصل على البيت، جيب شوية اوراق ولحق على البيت. اوراق شو؟ لا تخاف. كل الامور تمام. بس احمل حالك وروح لعندها. شوف شو راح تحاكيك وشو راح تعطيك. لك قوم خلصني شبك صافي. راح نقوم. بالبول شو ما حكي شو ما تصرفي لا تصطدم معها لا حتى اجي لعندك. ايه هاي اللعبه مو للعب. طيب ليش هيك جابر؟ ريما يلا ماما حبيبي جيبي شنطتك. مين هالصبي؟ سرعتني في ريما. هذا ولد يتيم عم نربيه. عم قول لحالي ما عم بشوفه بالكنيسة يوم الأحد. ايه هو ما بيصلي معنا. يلا ماما يلا. على اسمك. مع السلامة. جابر حذر شو عنا على العشاء اليوم؟ شاورما. برافو. وهلأ عمو فؤاد رح يجيبه. الأمر لك. جودة أنا ما رح أظلمك معي. نحن اثنين ما خرجنا نعيش مع بعض. بالنسبة للشركة أنا حكيت مع المحامي ورح يعطيك حصتك. كل واحد منا بطريقه. أنا بعد كل اللي صار ما بدي شيء. ما بدي من الدنيا غير بنتي مايا. تبقى بنتك وبتشوفها ساعة اللي بدك. إيه بس هيدا أكيد المحامي. مرحبا. أهلين شوكت. فاتن قلت لك أنا ما بدي غير بنتي وإياكي تبعتيها عني. امشي شوكت أنا ما بدي شي بهالبيت. لا انت كل شيء لك بهالبيت يا نبيل. جودة كل شيء لك. مسيك. شو هالورقة؟ هاي ورقة بتثبت انك ما فيك تتصرفي بأي شيء من املاكك لانك مدمنة على الكحول. شو؟ حتى هاي ما بدي اياها. بس شو عملت يا مجنون؟ من مصلحتك انه بنتك تعيش معي لانه انت بتعرفي وضعك منيح. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يوني عبد المعطي محامي المرحوم جميل احمد. فاتن بنت المرحوم وانا زوجها. من مايا جودة المحمود فين؟ بنتي خير. لان المرحوم كتب لها كل املاكه.